الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس في رمضان. متعودين في واحد من الناس في رمضان كل يوم بننزل بنروح لعمال مصر الجمال اللي أنا أطلقت عليهم في هذا البرنامج أجمل ناس في مصر. أقول لهم شكرا، رمضان كريم، شكرا أن كنتوا في نهار رمضان بتبنوا وتعمروا. النهاردة هنروح مشروع اسمه سكن لكل المصريين محدود الدخل. اطلع على طريق السويس. عجبكم الفوازير اللي نعملها في البرنامج؟ لطيفة؟ طب أنا دلوقتي هو بس ما حدش يمسك الموبايل. مسلسل دموع في عيون وقحة بطولة الفنان يا عم استنى بس. المسلسل ده أنا في 1000 جنيه هدية اللي هيجاوب دلوقتي. مين وإمتى اتعرض المسلسل؟ اتعرض إمتى المسلسل؟ سنة كام؟ 67. مسلسل دموع في عيون وقحة اتعرض سنة كام؟ 97 80 يا دكتور. 1989. انت بصيت في البتاع. انت بصيت في جوجل. انت بصيت في جوجل صح؟ لا 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 انت غشيت. لا مش هينفع خلاص، مفيش مسابقه النهارده، اطلع على طول يا عم. مسلسل دموع في عيون وقحة كان اخراج يحيى العالمي وبطولة الفنان الكبير عادل امام، وعرض في شهر يوليو 13 يوليو سنة 1908. الحلقة الجاية قبل ما انزل تذاكروا كويس. ها انا بحاول اكسبكم اهو، بحاول كمل على طول. يلا بينا رجال. السلام عليكم، كل سنة طيبين، رمضان كريم. ازي صحتك؟ بارك ايه؟ اتعرف بحضرتك مهندس محمد سميح، مدير مشروع في شركة المهندس احمد سعد عبد جواد. احنا هنا فين؟ هنا حضرتك في الحدائق العاصمة المرحلة الخامسة ان شاء الله. دي بتبنوا هنا ايه؟ هنا سكن لكل المصريين. عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدات 90 متر، اللي دور 4 شقق، دي اسكان متوسط تحت المتوسط، اسكان اجتماعي. ان شاء الله اتعرف عليك. تعال. ازيك يا باشا؟ ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اسم حضرتك ايه؟ اسم عبيد يا باشا. منين؟ من جنة يا باشا. احسن ناس يا خليل. وبتشتغل هنا ايه؟ والله عامل يا باشا عامل. اهلا وسهلا، فوق راسي يا زعيم. صباح الفل. تعالى انا اسف انا عطلوا 5 دقايق. اسم حضرتك ايه؟ محمد سعد. منين يا محمد؟ من سوهاج. اهلا وسهلا. عندك اولاد؟ يسلمك. عندك قد ايه؟ مين؟ عندي ومين؟ خمسة. مين ومين؟ شاد ونوارة ونورهان ونورة ووليد. ما شاء الله، الله يسلمك. عايز تقول لهم ايه النهارده في رمضان؟ بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. هتشوفهم امتى؟ على العيد ولا امتى؟ على العيد ان شاء الله. ان شاء الله. اتعرف بحضرتك. حضرتك سليمان حسن احمد افندي. منين يا سليمان؟ مبسوط يا فندم. بتشتغل ايه هنا؟ بشتغل بنا. بنا؟ انت بتبني اعمى حاجة. بني بندور. الله يخليك فندم. ما انتوا انا بقول عليكم عمال مصر هم اجمل ناس في مصر، هم بنات مصر. عندك اولاد؟ يا فندم. مين ومين؟ احمد ومهاب. طيب حضرتك؟ اسعد محمد احمد. منين؟ من جنة. اولادك قد ايه؟ 4. اشتغل ايه؟ اشتغل عامل حضرتك. اهلا وسهلا. الله يخليك. وحضرتك؟ رضوان سعد السيد. منين؟ جنة. اهلا وسهلا. سعد سيادتك؟ عامل. اهلا. في اولاد؟ عندي. مين ومين؟ عندي كريم وحسين ورمضان. في رمضان اهو يبعث لهم رساله. يبعث لهم رساله. ماشي، كل سنه وانتم طيبين. عليك منين؟ انا اسمي سالم عوضه من المنيا. اهلا وسهلا. ورحمه الله. وفي اولاد؟ معايا 6 اولاد. 6 اولاد؟ 6 اولاد ما شاء الله. مين ومين ومين؟ مريم، محمد، ياسمين، ساره، اسراء. عايز تقول حاجه النهارده؟ وسنه طيبين وبعد الايام ان شاء الله، وربنا يكمل عليكم على خير ان شاء الله. حضرتك منين؟ انا اسمي علاء عز من اسيوط. سالي علاء. اشتغل عامل. اهلا وسهلا حضرتك. وسام احمد من الفيوم. من الفيوم. سالي وسام عامل. ما شاء الله. رمضان كريم عليكم، كل سنه طيبين. انا يعني ايه قلت اجي اقول لكم شكرا. انا بس هستاذن السيد بس المشرف، هعمل كده مسابقه لطيفه يعني ممكن يبقى فيها يعني مكاسب حلوه كده، ويعني حاجه بسيطه يعني مننا عشان اقل حب مننا ليكم. طيب فاكرين مسلسل رأفت الهجان؟ مين اللي عمل دوره رأفت الهجان؟ يوسف. ايوه صح، برافو عليك. 1000 جنيه دي من واحد من الناس كلها. هساله بعد كده، ما يجاوب اللي جاوب ما يفوز، ما يجاوبش. ها طيب السؤال الثاني،
مين اللي عمل مسلسل الثعلب؟ نور الشريف. نور الشريف، برافو عليك، تعالى 1000 جنيه هديه من احد الناس. السؤال الثالث، مين اللي عمل مسلسل دموع في عيون وقحه؟ دموع في عيون وقحه. عادل امام. عادل امام. تعالى اتفضل. الف مبروك. اللي جاوب مره ما جاوبش تاني يا جماعه، ماشي؟ الكابتن محمود الجوهري كان لقبه الشهير ايه؟ ايوه يا فندم. الجنرال. الجنرال، برافو عليك، 1000 جنيه هديه من احد الناس لحضرتك. طيب، محمد بركات النجم الكبير بدأ مشواره الرياضي في نادي شهير. النادي ده كان اسمه نادي ايه؟ السويس. طب انا هسهلها لكم، السكه الحديد ولا بينها؟ اسماعيلي. لا، السكه الحديد. مين السكه الحديد؟ تعال. 1000 جنيه دي من واحد من الناس، مبروك. مسلسل لن اعيش في جلباب ابي بطولة الفنان الراحل نور الشريف كان عنده كام بنت؟ 3 ولا 4 ولا 5؟ 3. مظبوط. انت عندك اولاد قد ايه قلت لي؟ عندك اولاد قد ايه؟ 4؟ 4. ما شاء الله. طيب، مسلسل لن اعيش في جلباب ابي اللي عمله الاستاذ نور الشريف، الفنانة الكبيرة عبلة كامل كانت طالعة في دور مراته، كان اسمها ايه؟ مين هيفضل؟ تعالى. لا، ما احنا قلنا يا جماعة اللي جاوب. مين اللي جاوب؟ ايه الإجابة؟ فاطمة كشري. ها؟ فاطمة كشري. لا، فاطمة كشري؟ أنت متأكد؟ كشري؟ مظبوط، صح. في مسلسل عائلة الحاج متولي كان في الفنانة غادة عبد الرازق، كان اسمها أمينة ولا نعمة الله؟ نعمة الله. تعالى، 1000 جنيه هدية راحت. شكرا يا فندم. مين اللي عمل مسلسل إمام الدعاة الشيخ الشعراوي؟ تعالى، 1000 جنيه هدية من واحد من الناس. آخر سؤال، إيه أكبر حيوان بري على وجه الأرض؟ الفيل، صح، مبروك، 1000 جنيه. كل سنة طيبين، رمضان كريم. ده أنا الشرف ليا إن احنا شفتكم، وربنا يكرمكم يا أجمل ناس في مصر. هسيبكم تبنوا المشروع الجميل. يلا ناخد صورة مع بعض كلنا، سيلفي. يلا يلا اتفضلوا. شكرا يا جماعة، رمضان كريم. زي ما شفنا مجموعة من العمال الجمال من كل محافظات مصر جايين يبنوا ويعمروا مشروع لمحدود الدخل هنا، مشروع كبير. الأجمل إن هم بيبنوه بإيمان وبحب وسعادة، وربنا يكرمهم ويكرمهم في أولادهم ويسعدهم ويفرحهم بأولادهم إن شاء الله، وهم بيفرحونا بالخير بيعملوه.